بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة التلاميذ الأعزاء، نتناول اليوم درسا آخر من التعبير. هذا الدرس نتحدث عن النظافة وأهميتها. نقوم أولا قبل أن نعرف أو نتحدث عن أهمية النظافة، سوف نتحدث نعرف النظافة. ما هي النظافة؟ النظافة هي التخلص من الأوساخ والأدران. الأدران تعني الأوساخ بأنواعها. إذا التخلص من الأوساخ باتباع بعض الممارسات التي تضمن لنا ذلك، تضمن لنا التخلص من الأوساخ، هذه هي النظافة. عندما نقوم بغسل الأيدي فنحن نقوم بإزالة الأوساخ عن أيدينا، عندما نقوم بالاستحمام فنحن نقوم بإزالة الأوساخ عن أجسامنا، عندما نغسل ثيابنا بالصابون والماء والمطهرات الأخرى فإننا نزيل عنها الأوساخ ونطردها. إذا هذه العملية، عملية إزالة الأوساخ عن الجسم أو عن الثياب وعن المكان وعن حتى عن الشارع، هذه هي التي تسمى النظافة. النظافة هي أمر فطر عليه الناس، معناها أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الناس علمهم النظافة، فالنظافة هي جاءت مع الناس، إذن هي يتميز بها البشر عن غيرهم من المخلوقات الأخرى، فالحيوانات لا تقيم للنظافة وزنا، وكذلك أيضا المخلوقات الأخرى لا 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 تعرف النظافة. النظافة هي طبع إنساني، هي طبع من طبائع البشر، فالنظافة إذن هي طبع من طبيعة الإنسان، تميز بها عن باقي المخلوقات. والنظافة من الإيمان كما يقال، النظافة من الإيمان، ولذلك نحن قبل كل صلاة يجب أن نتوضأ. ما هو الوضوء؟ الوضوء هو تنظيف اليدين والوجه وتنظيف الرجلين وتنظيف أماكن الوضوء من الجسم كلها تكون نظيفة. فكوننا نغتسل 5 مرات في اليوم من أجل أن نصلي فهذا يعتبر نظافة، فهو جزء من إيمان الإنسان الذي لا بد له منه. كذلك هي أساس تطور المجتمعات، المجتمعات النظيفة الحريصة على نظافتها تتطور، لأن النظافة تعكس جمال الشخص. مثلا الإنسان التلميذ القذر الذي ليس نظيفا، الذي لا يقيم للنظافة وزنا، الذي لا يهتم بنظافة جسمه ولا شعره ولا أسنانه، وهذا التلميذ لا يحبه أحد، وهذا التلميذ لا يحب الآخرون مخالطته، وهذا الشخص ولو كان شخصا كبيرا لا يحب الناس أن يخالطوه. وكذلك عندما تكون البيئة متسخة غير نظيفة فتعكس صورة قبيحة أو ليست جميلة عن هذا المجتمع الذي يعيش في هذه البيئة أو عن هذا المكان الذي البيئة التي توجد فيها هذه الأوساخ. والنظافة كما أنها تعطي صورة عن المجتمع الذي تمارس فيه النظافة أو اتخذ النظافة عادة من عاداته أو يهتم بالنظافة، فإنها أيضا لها فوائد كثيرة على صحة الجسم. فالإنسان النظيف والجسم النظيف لا يتأثر بالأمراض، لأن الأمراض تنتقل عن طريق الفيروسات وعن طريق الجراثيم وعن طريق البكتيريا، وهذه تطردها النظافة. عندما نغسل أيدينا جيدا وأجسامنا جيدا بالصابون ومرات في اليوم أو في الأسبوع، نستحم كل يوم، ننظف أجسامنا، ننظف أسناننا بالفرشاة، ننظف شعرنا بالصابون ونسرحه، فهذا نمشط شعرنا، فهذه نظافة.
هذه نظافة تجنبنا الفيروسات التي تعلق في الجسم من الجو وتعلق في الجسم من الطقس الذي نخرج فيه والهواء الذي نستنشقه والغبار الذي يلتصق على أجسامنا عندما نخرج في الشارع. فبهذه النظافة نتجنب الأمراض المعدية ونتجنب تكاثر الجراثيم الذي يسبب لنا الأمراض. وأيضا بهذا السلوك أيضا نوفر تكاليف العلاج. بالنسبة للذين مرضون بسبب الأوساخ، فهؤلاء يتكلفون في العلاج أموالا قد لو لم يمرضوا، لو كانوا نظيفين ولم يمرضوا بسبب الأوساخ لكانوا وفروها من أجل شيء آخر. إذا فالحفاظ على نظافة البدن والملبسي والمسكني والمحيطي تجنبون الكثير من المشاكل الصحية التي والتعقيدات الصحية التي نحن في غنى عنها. ففي الأخير النظافة حاجة إنسانية لا يستطيع الإنسان أن يعيش دونها. النظافة ترافق الإنسان، فهي حاجة يحتاجها كما يحتاج الغذاء وكما يحتاج الشراب وكما يحتاج إلى الأشياء الأخرى، الغرائز التي فهو أيضا يحتاج إلى النظافة. لماذا يحتاج إلى النظافة؟ للأشياء التي ذكرناها قبل قليل، لكي يعيش في صحة، لكي يعيش في أمان من الأمراض، لكي يعيش هنيئا. إذا خلاصة القول أن النظافة من الإيمان وأنها جزء يجب أن تكون جزءا من سلوكنا اليومي الذي نمارسه، ويجب أن تكون جزءا من حياتنا، سواء كانت نظافة الأجسام أو سواء كانت نظافة الشعر أو الأسنان أو سواء كانت نظافة البيت أو سواء كانت نظافة الشارع أو البيئة التي نعيش بها. فكل هذا هو جزء من النظافة يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن لا نهمله، وأن نمارسه بصفة مستمرة لكي نجنب أنفسنا ونجنب أهلنا ونجنب جيراننا الأمراض، خاصة في هذه الظروف التي نحن فيها الآن. النظافة مطالب بها، فكما ترون في وسائل الإعلام وفي منصات التواصل الاجتماعي الناس كلهم، كل من يكتب وكل من يتكلم يحث على النظافة، فلا يوجد شيء أهم من النظافة في هذه الظروف التي نحن فيها اليوم. إذن لهذا أوصيكم أعزائي التلاميذ بالنظافة وبالاهتمام بها وباتخاذها عادة يومية، خاصة نظافة اليدين بعد كل ممارسة يمارسها، بعد كل ممارسة عندما أخرج من المنزل وأعود أنظف يدي، عندما ألمس شخصا ما وألمس شيئا ما أنظف يدي. إذن في النهاية أطلب منكم أعزائي التلاميذ أن تتحدثوا عن ضرورة التقيد بالنظافة، لا سيما في الظروف الحالية. إذن أطلب منكم أن تكتبوا عدة أسطر تتحدثون فيها عن أهمية النظافة، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها اليوم. وشكرا، وإلى اللقاء. إذن